عليكم. الساكنه ديال الحي الامان الحريه سيدي مومن كتفاجأ هذا السبت مؤخرا على الساعه 1 صباحا، يعني في وقت غير قانوني للناس نائمين. المعني بالامر ان يضع ما يعرف بالريزو بلي زونتين دوغولي بدون علم الساكنه. وهنا واحد السؤال مهم، واش هذا السيد هذا اللي بغى يوضع هذا الريزو هذا، واش عليه انه ياخذ الموافقه ديال الساكنه اللي معاه ولا غير هكا يدير؟ للاشاره ان الساكنه صبيحه السبت قامت بواحد الوقفه امام دار المعني الامر الذي لم يكن متواجدا فيها، ثم اتصلت به تكرارا فلم يرد، واتصلنا بالسلطه اولا لم يردوا علينا، فقمنا بتكرار الضغط عليه حتى قام بالجواب ووعد بانه سياتي غدا ويحل المشكل. فبالفعل غدا جاء، ثم جاء معه التقني من شركه الاتصالات لا داعي لذكر اسمها، فقام باطفاء هذا الريزو. وما تصوروش الضجيج اللي كان كيدير، يعني واحد الضجيج قاتل، يعني واحد البعد 50 متر هذا الريزو ديال 5G. اضافه الى عندنا مرضى يعانون من السرطان، عندنا اطفال اللي عندهم الصرع اللي الطبيب منع عنهم التلفاز الا ساعه. فما يمكنش تصوروا الهلع اللي فيه الناس الان، يعني ما كينعسوش في خاطرهم بهذه المصيبه ديال هذا الريزو. فقمنا بالاتصال بالسلطات، فجاء القائد فنزع التيار الكهربائي مما يضفي واحد الصبغه غير قانونيه على هذا العمل، غير قانوني، لان قام القائد الان بقطع التيار الكهربائي ووعدنا بانه سيقوم بنزع هذا الضرر في اقرب الاجال. والان حنا راه هذه تقريبا 5 ايام ونحن ننتظر، وسنقوم بوقفه امام المقاطعه لانتزاع الحقوق ديالنا. والحق ديالنا هو ان فات السكن المريح بدون هذا التلوث البيئي، هذا تلوث بيئي سكون ابي لا بوليسيون ديال لو بيزاج اللي كتاثر على البيئه، ثم واحد الضرر اللي هو فعلا يعني ماشي غير ضرر نفسي بل ضرر يعني موجود بقاء الذات ديالو بالضجيج. ثم هذه الاشعه الكهربائيه الكهرومغناطيسيه اللي كتصدرها هاد لي زونتين دو غولي اللي كتهلك الصحه، منها السرطان، منها النساء ما يمكنش يحملوا، منها امراض جلديه، منها تخلل في الدماغ الى ذلك من الامراض اللي الان مثبوته علميا في اوروبا وفي امريكا. بالاضافه ان امريكا منعت الجي سي لي جي لي جي لي جينيراسيون 5 في امريكا منعاتهم لما فيهم من الضرر. فاحنا كنجيهم كنديرهم هنا امام الساكنه، فهذا لا يعقل. لا اظن، لان هذا السيد هذا هو محتاج، يعني عنده العقار ديالو، عنده المجازات ديالو، عنده الشركات ديالو، فهو بين قوسين لا باس عليه. قال لك هو كيعترف بانه قام بخطا، ولكن خصو يصحح الخطا ديالو. فاش قلنا ليه حنا جيب العقده وهذاك لابيناليتي حنا نتعاونوا معاك فيها، باقي ما عطاناش راس الخيل، يعني ماشي واضح معانا. كما قلت لك انا السلطات وعدتنا، ولكن باقي ما تماش الوعد ديالها. حنا غادي نبقاو في الضغط ديالنا، غادي نديروا واحد الوقفه امام المقاطعه ديال المنظر الجميل، واحد الناس اللي سينوا بهذيك العريضه واحد المئات، باش ناخذوا الحقوق ديالنا. بالنسبه للوقفه، اول حاجه حنا كنعبروا على هذا الاسف ديالنا وعلى هذا المشكل اللي وقع ديال هذا السيد اللي هو مسمى عبد الرحيم، اللي هو المعني بالامر، اللي خصو هو يكون حل هذا المشكل. مع العلم السلطه راه جات وفي اخبارها بان هذا السيد راه دار شي حوايج اللي ما خصوش يديرها. اول حاجه حنا كنتسائلوا على الرخصه اللي قال لك هو عطاتو السلطه الرخصه، مع حنا كنعرفوا بان الرخصه ما كتعطاش بالموافقه ديال السكان. هذه اول حاجه. ثاني حاجه كنظن بان القيد راه تا هو عنده جواب، خصو تا هو يجي باش يجاوبنا، لانه جا قطع، هو الراس اللي جا قطع وعطانا كلمه بان الغد اللي غادي يجي باش يكمل الاشغال ديالو اللي هو يديمونطا هذاك البرج اللي هو ريزو. لحد الساعه حنا كنتسناو في الرد وما كاين حتى حاجه من السيد القائد اللي هو المسؤول الاول المنطقه، المسؤول ديال المنطقه سيدي مومن، مقاطعه المنظر الجميل اللي هو المسؤول عليها. حنا لحد الساعه كنتسناو في الرد ديالو، وكنتسناو باش يباشر بالاعمال اللي هو وفى بها، اللي عطانا وعود، وهاد الوعود لحد الساعه موفاش بها. وبالنسبه للشركه اللي قال لنا السيد اللي هو المعني بالامر عبد الرحيم بين قوسين، قال لك بانه هو الشركه كطلب منه واحد القدر ديال المال باش يدير هو ريزيلياسو. هذا مشكل كيتعلق به هو ماشي حنا، لانه هو اللي يتحمل الصوائر ديالها، هو اللي يدير الكونطرا هذا معاها، وهو اللي يطلع الناس اللي كونسيرني اللي هما الناس ديال اورانج باش طلعوا ركبوا هذاك البرج. حنا ما نتحملوش المسؤوليه ديال الاخطاء ديالو، هو يمشي يحل المشكل ديالو مع الشركه، وهذا الشيء راه قالوا باللسان ديالو وكاين شهود. حنا كنطلبوا من الناس ديال السلطه على راسهم السي القائد اللي هو المعني بالامر والرئيس ديال المنطقه، خاصو يجي يكمل الاشغال ديالو اللي بداها وما كملهاش. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي باش يوصلكم دائما جديد صوت العداله.